هتيجي في وقت كويس جدا كله الموضوع ده راح بقى ان شاء الله ان شاء الله قول قدام ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا طبعا لجوزات الدكتور محمد الدرك المحسن. سيتي لا بروميير سيزون درتو لعندكم ودرنا حنا لعندنا وسمحونا إذا كان خسرنا معاكم ولا غلطنا معاكم ولا ما درناش الواجب تاعنا 100%. الله غالب، مي تعلمنا من هاد الموسم. ان شاء الله الموسم الجاي نديروا بخير. مرحبا بك على جوا وسام تي في سي عبد الكريم. واليوم انت في اخر 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 موسم هذا لهذه البطوله بري اونر، وانت تتكرم من طرف طرف الاداره الفريق تاعك. وش الاحساس تاعك وانت تتكرم؟ اولا الحمد لله فوتنا سيزون مليحه، تعرفنا على رجال عرفنا رجال شغل ليكيب دي سنينا فيها وشغل بيناها درنا اللي علينا الحمد لله خلصنا الترويزيام ان شاء الله. سي عبد الكريم، شو الشيء اللي لقيته سلبيه في هذا الفريق والايجابيه؟ الحمد لله لقينا غير ايجابيات سلبيات كانوا بعد شغل الكواليس هذوك هما اللي كانوا سلبيات. هما داخل الفريق كان الحمد لله استقرار بدون استثناء. كيفاش لقيت الاداره؟ كيفاش؟ اداره كي لقيت الاداره؟ الحمد لله عاونونا كانوا واقفين معنا حتى التالي ولابريف كمل السيزون وعرضونا وتلاقينا معاهم صافي بليزير. هل من كلمه اخيره تقول هذا؟ ان شاء الله نطلعوا ونكملوا ان شاء الله مع الاولمبيك حتى التالي. ثم راك باغي تكمل مع هذا الفريق؟ ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا سي صايب قلنا كلمه على هذا اللاعب تاعك. يا اللاعب الله يبارك من جهه الاولى لاعب خالو. في اللعب مستوى تربيه في التيران يمد كاع اللي عنده، يمد ماشي 100% يمد 100% يعطيه الصحه والحب والعمل الجاي ان شاء الله. سي بغدادي، انت تابعت كاع معظم الصدر المشاركات تاع سي عبد الكريم، كيفاش تشوف سي عبد الكريم انت؟ اولا والله العظيم الشكر على لي ساكريفيس اللي مدوا الفريق. يعني سي با فاسيل واحد يكون بعيد على مدينة الفريق اللي يلعب فيه دي كيلومتر دي كيلومتر يجي ويبات هنا ويحوس على وين من اجل الفريق ومن اجل اللاعبين والاخوه اللي بيناتهم. ان شاء الله يبقى معنا ونديروا مخيم ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا سي عبد الكريم. آية القرآن. ربي يوفقنا ان شاء الله والقادم افضل باذن الله. الله يحفظك. سي خليفه قلنا كلمه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة نشكر الإدارة على هذا التكريم. هذه حاجة كبرت فيها بزاف، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل قادم أفضل إن شاء الله. درنا عام شباب والحمد لله، الحمد لله عز وجل على هذا التوفيق والعام الجاي إن شاء الله بإذن الله. ولأن الإنسان في الدنيا مادام راه يتقدم بالسن راه يتعلم، وكانت والله العظيم كانت تجربة حلوة مع دي جون كيما سي خليفة وكيما دوطر جون. ما نندمش على هذه المغامرة، مازال ما عندناش كاين رجال فيه من رئيس تاع المسيرين طاقم التدريب لاعبين مجموعة عائلة واحدة اللي وقفنا معهم، لقينا رجال وقفنا معهم وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. صدير شو هو البروغرام تاعكم العام الجاي إن شاء الله؟ إن شاء الله يكون التنسيق مع الإدارة كما رانا قالت، إن شاء الله نسطروا العام الجاي باش تكون سيزون خير من هذا العام إن شاء الله. حنا نقولوا الحمد لله هذا العام كونا عائلة، ما نقولوش كونا فريق. والفريق إن شاء الله بفضل اللاعبين والإدارة، هذا الفريق يضم رجال سواء كانوا لاعبين أو في الإدارة، وهذا فريق رجال اليوم وغدوة وإن شاء الله المستقبل أفضل إن شاء الله. اللاعب خليفة معروف كل عام تقريبا راه في 5 سنين ولا كل عام راه يخرج بارمي لي مير جوار تاع البطولة الولائية، وعنده مستوى اللي يقدر يلعب حتى في المستوى العالي. راها غير بشويه وان شاء الله ربي يوفق. الاداره على اللاعبين ولاد فاميليا كاع من اللاعبين من الاداره
والانسان كيلقى ولاد فاميليا ويلقى رجال يريح. بارك الله فيك، شكرا. الحمد لله ان شاء الله.